خلينا نستعرض مع حضراتكم الأول الجولة المرورية واللي يمكن هنبص فيها على شوارع القاهرة وبعض المحافظات دلوقتي. خلينا نبدأ من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود بعض الكثافات النسبية في شوارع متفرقة. في شوارع تانية هنلاقي فيه سيولة مرورية. على طريق الكورنيش هنلاقي فيه كثافات من منطقة المظلات في اتجاه وسط البلد. كمان الكورنيش المتجه لمنطقة المؤسسة في بعض الكثافات البسيطة. لو رحنا سريعا لكوبري اكتوبر هنلاقي فيه كثافات مرورية متحركة، بتفضل هذه الكثافات مستمرة لغاية منطقة العباسية، وهنفضل ماشيين لغاية غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي فيه بعض السيولة المرورية. أما لو رحنا لمحور النصر فهنلاقي فيه كثافات مرورية وصولا لمنطقة المنصة، وبتظهر كثافات متوسطة في الاتجاه الآخر لمنطقة وسط البلد. وبيشهد أيضا شارع بورسعيد من نزلة كوبري اكتوبر لغاية منطقة الزاوية الحمراء بعض الكثافات المرورية. لو بصينا على محافظة الجيزة وخلينا نبدأ فيها من الطريق الدائري، في بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات. كمان بدأت تتكون كثافات في محور 26 يوليو القادم لميدان لبنان من مدينة السادس من أكتوبر. الاتجاه الآخر بيشهد كثافات نسبية هنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. لو رحنا لطريق الماريوطية الدائري واللي فيه سيولة مرورية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية، كمان أيضا في كثافات مرورية متحركة في شارع جامعة الدول العربية وميدان الدقي. تظهر أيضا كثافات بسيطة نسبيا في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاء ومبابة. أما بالنسبة لمحور صفة اللبن فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه القادم إلى جامعة القاهرة. أما لو بصينا لمحافظة القليوبية، لو أنت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي، يفضل أنك تكمل في طريق شبرا بنها الحر عشان ما فيش أي كثافات مرورية في هذه المنطقة، ومنه للطريق الدائري ومنه لمحور أيضا الفريق العصار. أما اللي جاي من الزراعي فبتظهر بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، ولكن هذه الكثافات أقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات من أجل سحب أي كثافة مرورية بتظهر بالطريق ولمنع أيضا ظهور أي ازدحام مروري في هذه المنطقة. هنكمل جولتنا المرورية مع محافظة بورسعيد اللي هنلاقي فيها سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة وهتبدأ تقل لغاية لما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه أيضا كثافات مرورية مكملة لغاية آخر الشارع. خلينا نستعرض أيضا مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة لسه ارتفاع درجات الحرارة مازال مستمر، الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، في نشاط رياح على بعض المناطق. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتسجل 39، وأعلى درجة حرارة هتكون في محافظة الوادي الجديد بدرجة حرارة تبلغ 46، أما أقل درجة حرارة فهتكون في مطروح وستسجل هناك 26 درجة. هنتابع مع حضراتكم تفاصيل الطقس بالتفصيل ولكن بعد شوية.